اولا اراضي عندي اوزع ما اراضي اوزع، هذا موضوع عندي انا بات فيه. ايش الثاني؟ اذا عندهم مأساة في السكن اللي هم فيه او المناطق اللي فيها، غدا صباحا الساعة 10 بتوجه لاخي موسى طاقم على الشلال يشوف ال 25 واقعهم، وبقيم الحاله وبشوف ما يمكن ان اساعد فيه شيء. غدا الصبح انا الساعه 9 بكون في الشلال. اولا مزاح العقبه البحري مفتوح لجميع الناس على الشاطئ الجنوبي، هو مفخره. اتحدى اذا في منه في حوض المتوسط بدون اجور. الشاطئ الجنوبي هناك الان برنامج بدات الزراعه والتنظيم والخدمات، وموجود الشاطئ اليمنيه. اولا عندنا ثلاث اربع حدائق كبيره، وتطوير الشاطئ الجنوبي بكلفة 2 مليون بدأ العمل وأعيد العطاء قبل شهرين. الشلالة رصد ليها والمناطق الأقل حظا اللي هي الكرامة ومنطقة الرابعة، منطقة الكرامة والشلالة والخزان 5 ملايين دينار مشان معالجة البنية التحتية المياه وتطويرها والتسفيت والإجراءات. كمان ما هو مطروح للسياحة مشاريع كبرى لا يتسع الوقت لذكرها على هذا الهاتف، لكن أي مقابلة تلفزيونية أو نقل للحقيقة وانتوا جيتوا على العقبة فليتوجه فريق حتى نقول له شو موجود في العقبة الخاصة.